مازال مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو. هذا الفيديو غادي يكون بحال الشكل ديال الرد على بريد المعجبين والمهم من المعجبين. اختاريت واحد الكومنتير من بين التعليقات اللي جاوني صراحة في داكشي اللي كنلوح بزاف في اليوتيوب، واللي بان لي بأنه ممكن أنني ندير من هذا الكومنتير هذا تعليق، واللي بان لي بأنه راه ممكن أنني ندير يعني من هذا الكومنتير هذا ولا من هذا التعليق هذا يعني فيديو نشرح فيه شحال من حاجه. لانه صراحه هذا الكومونتير هذا واخا مولاه يعني يقدر يكون هو على به شي حاجه ولا شي حاجه، ولكن بان لي انا فيه شي افكار ممكن انني نترجمهم الى فيديو. هذا الكومونتير هذا غادي يكون دابا تيبان لكم في الشاشه. الصاحب ديالو يعني صاحب هذا المنشور هذا الكومونتير هذا تيقول المهم على اللغه الامازيغيه، بعدا هي بعدا غير مؤهله للتدريس بها لان اصحاب هذه اللغه لا ينتجون شيئا غير اللغوي والكلام الفارغ. مهم بغض النظر عن هذه الصيغه التهجميه والعدوانيه ويعني والنظره باحتقار الى اللغه الامازيغيه، ممكن اننا نقولوا عنده واحد الجانب ديال الصحيح بانه في واحد المساله اللي هي ان اصحاب هذه اللغه لا ينتجون شيئا. طبيعة الحال ماشي كلشي ما كنعممش، ولكن الفكره اللي ديما تنقولها انا وديما يعني من نهار بديت انا هذا الشيء هذا كامل ديما تنقول ترجموا وكتبوا بلغتكم باش ما يجيش واحد مثلا في الخير يقولنا بحال هذه الهضره هذه. ولكن الفكره الاخرى اللي قال هي بعدا غير مؤهله للتدريس، هذه غير صحيحه بتاتا، ويعني وبينت هذا الشيء هذا في بزاف ديال الفيديوهات بان اللغه الامازيغيه بالعكس هي من بين اللغات يعني الحيه القديمه اللي ممكن ان تقرا بها علوم معقده، لانها اصلا خاصها غير الخدمه، خاصها غير واحد شويه ديال الخدمه ونقدروا نديروا بها نقراو بها يعني حتى المواد العلميه المعقده، يعني وما بالك اننا نقراو بها المواد البسيطه. يعني نكملوا مع التعليق هذا. التدريس بها يقتضي توفرها على روجيستر جميع المجالات العلميه من فيزياء ورياضيات وفلسفه وطب وكذا. ماشي بالضروره ان اللغات توفر على كل شيء، يعني يكون عندها كاع هادشي هذا كامل، لانه طبيعة الحال الا جينا مشينا غير الفرنسويه مثلا ولا العربيه ما عندهمش كاع المصطلحات العلميه ديال هاد العلوم اللي قال هاد السيد هذا، اغلبهم تيكونوا جايبينهم من الانجليزيه اللي دارتهم يعني. والانجليزيه اصلا كاين شي مصطلحات ما كانوش عندها خرجوهم يعني ما كاينش لغه كامله بهاد المفهوم هذا اللي تيقول هذا يعني في المجال العلمي. بالعكس كاينين تقنيات ممكن اننا نديروهم في هاد اللغه هذه مثلا اللي ما كانش فيها المصطلحات، ممكن نديروا تقنيات كما هضرت عليهم بزاف يعني في بزاف ديال الفيديوهات ديال كيفيه يعني كترجمه العلوم ولا كيفيه يعني صنع ولا كيفيه هذيك النيولوجيزم يعني من الاشتقاق نخرجوا مصطلحات علميه. يعني ما كاينش لغه كامله، ولكن كاينين طرق واساليب ممكن انه نخدموهم وطرق ممكن اننا نتبعوهم باش نخرجوا مصطلحات اللي ناقصين عندنا مثلا في لغه معينه. وهذا غير متوفر حاليا حتى يستفيق اهلها. هذا غير متوفر حاليا صحيح، غير متوفر حاليا في جميع اللغات ماشي غير في اللغه الامازيغيه حتى يستفيق اهلها. مهم هو تيقصد اللغه الامازيغيه حتى يستفيق اهلها ويتعلموا ويبحثوا وينشروا ابحاثهم وبلغتهم. هذه هي المساله اللي كنأكد عنده الحق في القضيه هذه، تنأكد على هذه المساله هذه ديما. كنت سبق ليا وقلت في واحد الفيديو خاصنا باش نطوروا اللغه الامازيغيه وتكون مؤهله باش اننا ندرسوا بها العلوم ونقريو بها العلوم، خاص كل واحد في الدومين ديالو يترجم لنا شي بركه. علاش؟ باش تكون عندنا كما قلت واحد اللغه واصفه، واحد الميتا لانجويج. اللغه الواصفه شنو تعني؟ المشكل راه ماشي في المصطلحات، المصطلحات العلميه راه نقدروا نديروهم بالنيولوجيزم بالاشتقاق بكل شيء. المشكل فين كاين لحد الان في اللغه الامازيغيه؟ في الميتا لانجويج، يعني واحد اللغه علميه واصفه. يعني انت وهذه ما يمكنش دار الا عن طريق الترجمه، يعني ملي تترجم نصوص يعني من لغات اخرين اللغه الامازيغيه نصوص علميه علاش كنهضر، يعني تتولي تتخرج لنا واحد اللغه واصفه. وهذا الشيء هذا خاص يديروه كل واحد في التخصص ديالو. مثلا واحد تيقرا الماط يترجم لنا شي حاجه الامازيغيه بالماط، ملي كيبدا يجي هو يترجم الاخر يترجم كل شيء في التخصص ديال الماط تتولي عندنا واحد اللغه واصفه ديال الماط. ونفس الشيء بالنسبه للفيزيك، نفس الشيء بالنسبه للطب وجميع العلوم. اما بالنسبه ديال المصطلحات ماشي مشكل، المصطلحات ممكن ان يعني القضيه سهله، يعني كاينين بزاف ديال الطرق باش اننا نخرج المصطلحات. غير هو اللغه الواصفه هي التحدي اللي كاين قدامكم دابا باش كل واحد في التخصص ديالو يخرج لنا واحد اللغه واصفه لهذاك التخصص ديالو. تذكير اقزيره فرفار والغراف ندوش ندونشت وما جوارهما راه ما لغه ما والو. صحيح ما لغه ما والو، حيت حنا اصلا ما تنقولوش في اللغه الامازيغيه ما تنقولوش اقزيره فرفار،
كنظن هو تيقصد بها واقع الطيارة، لأن هادوك جوجات، هاد اللعيبات هادوك جوجات هما اللي تيخرجوهم، هما أصلا ماشي ناطقين، تيخرجوهم وتيسدوها فينا حنا وتيقول لنا لا أنت تقولهم أنتوما، تيجي تحطهم عليك، لا سيدي أنت تقول الطيارة أقصد درا في الفرن، لا سيدي حنا ما تنقولوش ليها كون، طيارة كاين طائر تنقولوا ليه أيلال، في المعيارية تيلالة المؤنث ديالو تتعني الطائرة، يعني شي حاجة تطير تيلالة. يعني ما تنقولوش اقصد ديرها في الفرن. الغراف ندونش ما تنقولوهاش، الغراف غراف راه بالدارجه تنقولوها، راه هو حتى هي اصلا ماشي كلمه امازيغيه غير باش نتفاهم، ابو قال تنقولوا ابو قال، ولكن في اللغه يعني في اللغه الامازيغيه الا بينا نعبروا على كاس العالم اكرواس نوماضال، يعني ولا تاكوس نوماضال بحال هكا، اماضال هو العالم، يعني بحال هاد المسائل هادو اصلا اللي تيقولوهم يعني ماشي ناطقين، يعني تيجي بحال مثلا تيقول لك انا سميتي مثلا نصر، تيقول لي لا سيدي انت سميتك محمد ولا الحسين، تقول لي لا ودي راه انا سميتي نصر، تيقول لك لا راه سميت كذا، شنو زعما شنو بغيتي تسميني انا صحه شي سميه اللي ماشي انا ماشي هي سميتي. ولهذا يعني هاد الافكار هادو اللي قال زعما صراحه هنا كاين شي افكار زوينين، وبطبيعه الحال كاين شي افكار يعني قدحيه وتنقيصيه كما قلنا، يعني يعني ديجا شرحت هاد المسائل هادو بزاف في فيديوهات اخرين، ولكن مزيان انه راه ذكر شي لعيبه تما اللي خاصكم تخدموا بهم وخاصنا نخدموا بهم، باش ما يجيش في الاخر واحد يقول لنا بحال هاد الهضره هادي نتوما ما تكتبوا والو. فعلا راه ما تنكتبوا والو، باش نتفاهموا، ما تنكتبوا والو ما تترجموا والو. وفاش كنت انا قاعد تنقول لبنادم ترجم وكتب، كاين اللي كان تيضحك عليا وكان تيسبني وكاع، المهم راكم عارفين كاع هادشي كامل. ولكن ما يمكنش ان اي لغه كما كانت تطور الا ما كانت واحد الحركه واحد النهضه ديال الترجمه، بالخصوص في المجال العلمي. المجال العلمي ما يمكنش انك تكتب شي حاجه من راسك، مازال المجال الادبي عطاه الله، دابا كلشي تيكتب الحجات، انا براسي تنكتب الحجات وكلشي يقدر يكتب هذاك الشيء من راسه، ولكن المجال العلمي ما يمكنش تكتب شي حاجه من راسك، خاصك تترجم، لانه ما عندناش حنا حاليا، ماشي حنا اللي درنا العلوم، يعني داروها الامريكان ولا الالمان، المهم اغلبهم داروهم الامريكان، خاصنا نترجموهم من الانجليزيه اللي عندها واحد الرصيد علمي، واحد النصوص علميه ترجموهم للغتنا، باش تكون عندنا واحد اللغه واصفه لكل تخصص، يعني كل واحد في التخصص ديالو يترجم. اما القضيه ديال المصطلحات ممكن يعاون فيها ماشي اي واحد يعني في نفس التخصص، ولكن ممكن يعاون فيها اللسانيين ولا التيرمينولوجيست، يعني المتخصصين في علم المصطلح ولا التيرمينوغرافي ولا الليكسيكولوجي، يعني ممكن. اما اللغه الواصفه ما يمكنش تكون عندنا الا ما دارهاش مول التخصص. ونتمنى هاد الافكار هادو تكون عجبتكم، وكما العادة إذا كنتوا جداد في القناة اشتركوا معنا في القناة ودعموا هذا المحتوى هذا بالتعليقات وبالآراء ديالكم، ولا إذا كانت عندكم شي مواضيع أخرى ممكن تقترحوها، نشوفكم في شي موضوع آخر في شي فيديو آخر.